كاس الانديه لسه من اسبوعين، في لعيب جنبي بيلعب، كان بيلعب في الدوري الدنماركي، راح نيوكاسل. هو مش هيلعب السنه دي في نيوكاسل، لكن هم شايفين خلال سنه سنتين هيبقى لعيب كويس قوي وممكن جدا يفيد النادي او يعمل انفستمنت او يعمل استثمار للنادي. فده من الحاجات المهمه جدا اللي عملها ريال مدريد في التعاقد مع لعيبه كبيره جدا تحت السن، وكلهم هيتلاقيهم نجوم العالم في المستقبل. كمان عندنا خبر ان ليفربول بيسعى للتخلص من فيليبس. في بعض التقارير الصحفيه قالت ان ليدز يونايتد يريد ضم مدافع طبعا ليفربول فيليبس، لكن الريدز لا يريد اعاره اللاعب بل يرغب في التخلي عنه نهائيا. يعني بيفصل ليفربول بيع، او بيفضل ليفربول بيع فيليبس بشكل نهائي، لكن ليدز يعني اللي هبط للتشامبيونشيب هو عايز يريد اللاعب لعمليه استعاره لمده موسم واحد. فيليبس طبعا خريجه اكاديميه ليفربول وبدا في المشاركه مع الفريق الاول تحت قياده الالماني يورجن كلوب في 2018. طيب اعاره اللي كمان كان عندنا، خلاص يعني نخش على الاخبار على طول. الصحف العالميه قالت ايه؟ تعالوا نشوف مع حضراتكم عناوين الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. طبعا عندنا فقره مهمه جدا دايما مع حضراتكم بنتابع كمان يعني الصحف العالميه قالت ايه خلال الفتره اللي فاتت، وزي ما بقول لحضراتكم هي بتبقى عمليه الانتقال. نبدا على طول بالصحف واخبار الكره العالميه من خلال